ماتش الاهلي والزمالك اللي فات، اه وجهة نظري في تغييرات حصلت غلط من الزمالك، تمام لكن هي مشيت. تمام ازاي؟ خد بالك، اه يعني تغييرات حتى في الطريقه، تغييرات في اللعيبه اللي حصلت، مش عارف ايه، لكن هي خلاص. انا زي ما قلت لك، ايه، الراجل حاطط نظام وماشيه. يعني لا اشرحها لي دي، هي الثقه ماشية مع فيريرا ولا هي عبقرية من فيريرا؟ بوضوح. مش هيبان دلوقتي، انا مش عايز احكم عليها دلوقتي. ليه؟ عندك الفتره اللي جايه مباريات صعبه جدا، ده اللي هيقول، خد بالك. بس في نفس الوقت بحترم فكره جدا، مفهوم، لانه خد بالك في ظل ظروف ان مفيش احتياطي كويس في نادي الزمالك، ما حدش يزعل مني، هي دي الحقيقه. تمام، قدر يوجد مجموعه من الشباب، او يقدر يوجد لعيبه ما كانتش بتلعب، حتى لو هي مش مستواها 90%، لكن ما تحسش باختلاف كبير، وده ما كانش بيحصل قبل كده. أي في ظل عدم القيد، وانت عارف ان دي مشكله كبيره. طبعا. تمام، في ظل ان هو كان عنده غيابات، حتى في ماتش الاهلي اللي انا بتكلم عليه ان كان فيه تغييرات، لكن هو كان معذور جدا جدا جدا، لان كان فيه اصابات في الوقت ده. تمام، لازم برضه اديله حقه. ايه التغييره اللي كانت لازم، لا غريبه بالنسبه لك؟ لا ده في ساعتها ماتش قديم، شوف بس. لكن في مش ظل، عايز تهمدهم عشان بكره يعني؟ لا انا مش بهمده، بالعكس انا بص لسه بديله حقه اهو. مش عايز تقول اخطاء بص، اصل الماضي انا بص اقصد يعني. انا بص يا هاني، اتعودت لما اقول كلام ما ارجعش بعد 3 4 ايام مظبوط، انا اغيره. عارف كده كويس انك ما بتاع ما حتى مش تزعلش بتنخدع مني، بنتائج ما المباريات تزعلش مني، صح؟ مصر كلها بتقول كلام وعلى حسب النتيجه النتيجه. بتغير الكلام. انا ما بحبش، تمام، انا بديك ايه اللي هيبين. صح، لو هو عبقري، ورغم ذلك اقول لك ايه، انا بحترم جدا مفهوم. فكره، في ظل الغيابات، في ظل عدم القيد، في ظل المراكز اللي مش موجوده كتير، في ظل ان هو عمال يحط من هنا لهنا، بعذره. لكن اما تيجي تقول لي ان هو يعني عبقري، اخد دوري. ده لو خد دوري لازم اعمل له تمثال. ليه؟ الظروف دي واخد دوري، لازم تعمل له تمثال. طب ده هيبان امتى؟ في الماتشات اللي جايه الصعبه. ايوه، لان لو حصل حاجه في الماتشات الصعبه، معلش انا اسف يعني، اللي هيرفع من شأنه قوي هيجي هنا بعدها يقول لك ادي اللي كنتوا بتتكلموا عليه. لا، هي مش كده. لازم اديله حقه في الحاجات اللي عملها. ايوه، وفي نفس الوقت، ايوه، ما هي ايه الحاجات اللي عملها؟ تنظيم، ما انا قلت لك، التنظيم والسياسه، خد بالك، مفهوم. ودي ما كانتش موجوده في نادي الزمالك. وخلي بالك الحزم كمان، ما هو يجي التنظيم والسياسه. لعيب احسن لعيب عندي في الخط الهجومي واقدر يتاخر اروح مطلعه بره الفرقه، دي برضك بتدي رساله طبعا كتير. طبعا يعني، بس في نقطه بقى اللي جاي نتكلم فيها برضك، يعني انا شايف الراجل ده في جزء في عبقريه عنده. ليه بقى؟ انت بتلعب نادي الاهلي الماتش الاخير، احنا بنتكلم عن ماتش اهلي وزمالك، فمش اي تغييرات تحصل في النادي الاهلي يعني يتلعب قدام النادي الاهلي تبقى مؤثره بشكل كبير زي ما هو عمل، او انا هاخد الريسك بشكل كده. تخيل بقى الاهلي كان متفوق، فانا لو خدت الريسك ورحت منزل 3 4 مش اللي هم ويعملوا لي فارق، كان هيحصل مشكله كبيره عندي جدا، ممكن اتغلب 5 او 6 او 7. صح، انت الجراءه اللي تاخدها في وقت زي ده كده، يبقى انت مدرب عندك شخصيه. مفهوم، انا فاهم انت ازاي. هي دي النقطه اللي انا بتكلم فيها. لما انا قلبي يبقى قوي واخد الجراءه قدام النادي الاهلي، نادي القرن، وماتش صعب جدا، واطلع انزل 3 4 لعيبه ناشئين يغيروا لي الجو بشكل كده، لا، يبقى الراجل يبقى ده في جزء من الشخصيه والعبقريه. ما خد بالك، هو ده اللي انا بتكلم فيه. لا مش قوي بقى، مش دي نفس اللي بتتكلم. لا شفت بقى، انا بقى هنا هقف اقول لك بس. طب استنى بس يا هاني، اتفضل. في فرق بين العبقريه وفي فرق بين الشخصيه. تمام، انت اتكلمت مظبوط. مش معنى ان انا ابقى عندي شخصيه يبقى انا عبقري. ليه؟ لان هو قال لك اهو، قال لك انا ممكن كنت اشيل 3 4. ايوه، فده اسمه ايه؟ اسمع بس، ده اسمه ريسك، المغامره. فده شخصيه انا مش قلقان. طب لكن عبقري، القوه دي بتجيلك منين؟ لا، دماغ بس. لا بص 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 بص، وانت لو دماغك، لو انت مش قوي الشخصيه وتعمل الحاجه زي كده، يبقى انت هتتغير ازاي؟ طب خلينا نرجع بالماتش ده واعمل نفس القصه دي، خليها ماتشين ثلاثه، شوف ايه اللي هيحصل. لما تمشي معاك، ما هو ده بقى اللي انا مش عايز اغير فيه كلامي يا هاني، اللي هو ايه؟ لما تمشي معايا 3 4 5 ماتشات بنفس العبقريه مع فريق تقيل، خلاص انا هطلع هنا اقول لك انت عبقري. طب ما خلي بالك، هو في غلط هنا؟ عمل الماتش اللي بعديه نفس الكلام، الاجراء بتاع التغييره بتاعت يوسف اسامه نبيه. اسامه نبيه نزل الماتش كان بعديه على طول. الماتش كان مقفول، البنك الاهلي، البنك الاهلي كان مقفول برضك. ما خدتش بالك من الكلمه. لا كان مقفول برضك، وراح بنفس التغييره وراح معدي وعمل الكره بتاعتك. ما خدتش بالك من الكلمه،
زعلش مني. إيه بقى؟ انا عارف انا بقول ايه. انا قلت لك لما عيد الماتش لما يلعب 3 4 5 ماتشات بنفس قوه المباراه دي تمام، اقول لك ده عبقري. طب ما انت خلي بالك هو بس انا عايز اسالك، في مشكله بس بيهاجم بمين؟ هو انا ما استنى بس هو انا هو بيقول لك بنفس الطريقه دي. طب ما كل ماتش وليه طريقته وليه وقفت بالك 3 0 4 0 هغير نفس التغييرات. اسمعني طيب ماشي انا سامعك. اسمعني والله بس هو انت النهارده الناس كده هتفكر ان انا جاي عليه. لا 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 خالص لا خالص. انا بتكلم ما بقدرش احكم على حاجه الا مع الوقت تمام. لان انا برضو كل مره يعني ما اعرفش انت تفتكر ولا لا، كل مره اجي اقول لك ايه الزمالك مشكلته لما بيلعب ماتشين ثلاثه كويس بيقول لك الزمالك رجع وفي الاخر ما بياخدش دوري. دايما اجي اقول لك ايه لما ياخد دوري اقول لك رجع. بس سوابق سوابق ما عنديش مشكله، ما هو السوابق دي ايه بتديني ماتش فريرة اللي عمل بيها النتائج دي تخليك تكون انطباعات بس كويسه. لسه لسه لما يعدي الاربع ماتشات الجايين واضحه جدا دي. الراجل مش لسه بيهاجم الزمالك بمين يا كابتن ابو مسلم؟ مين الهجوم الان